من رام الله الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية دكتور محمد المصري، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه التغطية المباشرة والمستمرة للتصعيد سواء في غزة أو في لبنان. فيما يتعلق بتصريحات بايدن يقول أن هناك فرصة لوقف إطلاق النار هي أكبر في لبنان، أكبر منها من أن تحدث في غزة. لماذا باعتقادكم من الصعب التوصل إلى وقف الإطلاق النار في قطاع غزة؟ تحياتي لك صدحة ولكافة المشاهدين. وأنا أتفق أنه أنا مع سيد بايدن بأنه أكثر صعوبة الساحة الفلسطينية لتعقيداتها، وخاصة للأطماع التي تتعلق بالقيادة الإسرائيلية الحالية الفاشلة التي ترغب بالاحتلال أولا وبناء المستوطنات في هذه الأراضي، وخاصة في الضفة الفلسطينية بالتحديد، لأنه أطماعهم أكثر مما هي قطاع غزة. لكن ما يحصل في قطاع غزة اليوم، ما ورد حتى على لسان صديقنا وعزيزنا الأستاذ أسامة من مراسل في الميدان، يؤكد على ذلك. لكن الملفت للنظر بأنه يعني بايدن يعطي فترة سماح لنتنياهو أن يقوم بكل ما يرغب فيه في شمال قطاع غزة لمدة 30 يوم، ومن ثم بعد ذلك ممكن يعاقبه إذا لم يدخل الطعام. أنا بعتقد يعني أنت تتحدث عن المهلة التي أعطاها بايدن لنتنياهو بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وهذه المهلة كانت مهلة شهر، وهذه المهلة الشهر تأتي بعد عام من حصار قطاع غزة واستهدافه. نعم، وهذا يلفت للنظر بأنه يعطى لنتنياهو شهر آخر مقابل ذلك. هذا يعني أنه معاك للتحرك حتى ما بعد الانتخابات الأمريكية. كان سابقا هناك في نقطة ضوء موجودة لدى البعض، أقل شيء من المحللين السياسيين، بأنه بايدن لن يسمح لهذه الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في الحرب أثناء الانتخابات الأمريكية التي ستنطلق يوم 5/11. ولكن للأسف هو يعطي شهر لقطع الطعام والماء والشراب والدواء عن أبناء قطاع غزة حصارهم وقتلهم وتدميرهم. وقبل قليل، وهذا خبر حصري سريع لكم، قبل قليل دخلت الآليات العسكرية في المدارس والمناطق الإيواء في بيت حنون واعتقلت كل شخص فوق 17 عام. يعني كل شخص بلغ فوق 17 عام حتى أقل بأيام تم اعتقاله في كل المدارس ومراكز الإيواء. هذا يدلل الاعتقالات ما زالت مستمرة. القتل والقصف ما زال مستمر وبوتيرة كبيرة للغاية على قطاع غزة. ما الهدف من استمرار القصف الذي يطال حتى المدارس التي تأوي النازحين واللاجئين؟ كان هناك طوال الفترة الماضية بحث عن يحيى السنوار وحديث عن أنه في الأنفاق ومحاط بالأسرى الإسرائيليين يستخدمهم كدروع بشرية. استهدف وقتل يحيى السنوار، عن ماذا تبحث إسرائيل الآن؟ شوف الضحى، أصبح واضح للفلسطينيين، كل الفلسطينيين، بأن هذه المعركة ضد الشعب الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وليس مستهدف لا حركة حماس ولا زعماءها ولا شهدائها. رحم الله يعني يحيى السنوار الذي قاتل للحظة الأخيرة، ولكن الآن القتال ضد الشعب الفلسطيني، وعملية التجويع والتشريد وقطع الماء وأيضا الأدوية والقتل والقصف العشوائي على البعض من المناطق التي يكون فيها مدارس إيواء وخاصة مدارس اللاجئين اللي هي تابعة لوكالة الغوث، يدلل أنه هؤلاء يعني الجيش الاحتلال مستهدف فقط ترحيل الفلسطينيين من منطقة الشمال، وأصبحت بيت حنون وبيت لاهيا والعطاطرة ومنطقة جباليا وجبال البلد وأيضا بجبال النزلة مخيم جباليا تعرض للهجوم هذه المرة الثالثة، وكل مرة كان في 6 ألوية و7 ألوية. يحاصر هذا المخيم مساحته كيلو ونصف متر مربع. هل يبحث عن حركة حماس ومقاتلي حماس في هذا المخيم؟ أنا أعتقد هو المقصود في تهجير الفلسطينيين وترك هذه المنطقة شاغرة من أجل إعلانها منطقة عسكرية، وستتبعها فيما بعد منطقة أخرى اسمها مدينة غزة وقطاع غزة.